اهلا وسهلا، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. بنات خالتي ولاد خالتي، هانتوما بصحتكم؟ انا شربت منه بقى لي غير شويه، هذا ما تنكثرش الصراحه. عرفتوا هذا اشنا هو؟ هانتوما اللي عنده مشاكل روماتيزم، اللي عنده الدوره الدمويه ثقيله، شوفوا ما شاء الله شحال عندي هنايا. هانتوما شوفوا، وغنخليها حتى تعمل البذور. هاهي شتيها البذور، ها هي، وغنجمعها. ناخذ الاوراق ديال البذور هي هذه. دابا انا صافي ولفت عليها، واخا سبحان الله دابا هذه اليد اليسرى ما تتحرقنيش فيها، ولا قرصت بهاد تتشعل لي العافيه، دابا قرصاتني سبحان الله. هذه خصني نبحث عليها. المهم نشارك معكم اليوم ان شاء الله فوائد القريص بالنسبه للنساء، حتى الرجال اللي عندهم مشاكل البروستات، ولا عندهم مشاكل احتباس البول، اللي عندهم السموم في الجسم، اللي عنده مشاكل القلب، غير اي حاجه ما نكثروش منها. هذا هو الهدف، وهذا هو الشعار اللي هذا هو الشعار ديالي انا، ما نكثروا من حتى شي حاجه، واخا توافقنا وما كتعمل لنا والو. لا، هذا الكركاس كنعملوه مع العسل اللي المراره، ماشي اي واحد يعمل شي حاجه. لا، هانتوما الزريعه دابا سبحان الله، هذه اليد اليسرى واخا نقيسها، اليد اليمنى مجرد ما نحط يدي تقرصني في الاصابع. هانتوما داكشي كنخدم باليسرى. شوفوا شحال ديال الكم ديال الزريعه للنساء اللي عندها مشاكل فقر الدم. هانتوما شوفوا ما شاء الله على الطول ديالها. كناخذوا فقط ورقتان، انا الصراحه كتعز عليا، ما كنبغيش اي قرصتني. هانتوما سبحان الله شنو اللي كيقرصنا. هانتوما دابا غنغسلها عاد نحطها غير هنايا فوق الارض. هادو هما اللي تيقرصون، دابا الا حطيتي يدك هنا ما كتقرش، ولكن هادو هنا هاد الاسنان حلقات نينا في يديا. النساء اللي عندهم الدوره الدمويه ثقيله، عندهم رجلين تيورموا، النساء اللي عندهم رجليهم تيتقلوا عليهم، وعند الدوره الدمويه ثقيله، عند الشقيقه، عند الدوخه، حتى انا بحالي بحالكم كتحقر عليا الشقيقه، كتحقر عليا الدوخه. واخا كنعمل سبور وبعد المرات لا اله الا محمد رسول الله، اللي بغيتو القراص او الحريق او الحريقه، كل واش تيسموها، تاخذوها من المزارع اللي كيكون فيها الفول وجلبانه من مكان الحرث. هانتوما والمذاق ديالها راه عادي، ممكن ديروها مع الشاي. ورقتان بحال هادي تغسلوهم، شو كيديرها سبحان الله، نغسلوها مزيان ونعملو عليها ونكبوها بحال هكا، نحطوها هنا ونكبو عليها الماء مغلى ونغطيوها بطبسيل ونخلوها حتى تنقع تماما ونشربوها. علاش كتصلاح؟ النساء اللي عندهم مشاكل في الرحم سبحان الله، عندها مشاكل في الرحم كتنقي بواحد الشكل عجيب، اللي عندها مشاكل في التبول، ما عندهاش الوالدة طايحة ولكن كيحرقها الماء، ما كتصبرش على انها تطول الطريق ولا تمشي تكون معروضة، دائما كتدخل كتقول كنشرب ما بزاف، ولا ما كنشربش كنمشي للطواليت. اللي عندها فقر الدم روعة، اللي عندها فقر الدم راه ممكن تاخذ البذور. دابا نشرحها لكم ان شاء الله، دابا باقا البذور ما واجدش. شوف دابا حنا كندويو على هذا المتبقى، بحال دابا باقي هذا الماء مثلا، بقى انا كنديرها الكاس هنا عامر حتى الفوق، دابا شربت بقى هذا غنديرو في بخاخ ونرش به شعري، او ممكن انني هذه نطبخها مزيان الا بغيت نشربو غندير المنقوع ديالها. تبعوا معايا، ناخذ ورقه نغسلهم ونكب عليهم ما مغلي ونخليها مغطيه حتى تبرد ونشربها. الا بغيتها للشعر ديالي غنغليها مزيان ونديرها في بخاخ. مشاكل الشعر، الحكه، القشره، خصوصا الحكه كي اللي كتحك شعرها كتبقى تحكو حتى كتبغي طيح الجلده. الرجال اللي عندهم مشاكل التبول، اللي عندهم حتى ومساكن البرد في الكيلي، وحتى الحصوات ديال الكيلي راه كتفرتتهم، غير ما نكثروش. مثلا شربت انا غنشرب 3 ايام، قبل ما قلت انا 3 ايام مره في اليوم بركه، نحبس حتى الاسبوع ما جي ثاني ونشرب 3 ايام فقط. شوف سبحان الله، هذه مازال صغيره، شوف الشكل ديالها كي داير روعه. هذه اوراقها سميكه وخشينه، هانتوما هذه اوراقها طيبه وزويونه. ممكن انكم تعملوا ورقتان فقط بحال هادو، اشكالهم جميله، نعملوها مع الشاي مع وليداتنا، ما غيحسوا بتا شي حاجه الوليدات اللي عندهم مشاكل تبول لا ارادي.
فهمتوني بنات خالتي. وبالنسبه اللي عنده الديدان، هادو اوراق اللوز، بما انني كاينه في الجريده وغنقابلها نشارك معكم اوراق اللوز. انا ما غنقطعهمش، فقط ناخذ رطيطبين او ورقه او ثلاثه نعملهم كشاي، يعني نكب عليه الماء مغلي ونخليوها حتى تبرد ونشربوها، نخليوها حتى تبرد وتدفى ونشربوها على الريق، نعطوها لوليداتنا دايره ما فيها حتى ضرر. اوراق اللوز زويونه، هذه اوراق اللوز، هي هذه هنا اوراقها كبيره وهنا اوراقها صغيره. اوراق اللوز كتغسل الديدان للاطفال، هذا ماشي موضوعنا، فقط غير ضفته لكم وصافي. حنا موضوعنا على القريص او الحريقه او الحريق. مني غتسالي هاد، مني غتعمل الزريعه ونخافها تموت، لا انا غتيبس، ملي توصل الوقت ديالها غتيبس، غنقطفها غنحيد الاوراق هما الاولين غنخزنهم في او نعطيهم للمعالجين والاصدقاء اللي غيبغيوهم، والبذور غنجمعها ها هي، وان شاء الله منين نوجدها غنوريكم كيفاش نستعملوها لعلاج فقر الدم. راه غير شربتوها، غير شربتو بحال هكا كتسخن، تتنشط الدوره الدمويه، تتنقي الكلي من البرد، وكتنقي من الحصوات. الام المرضيعه اللي كيكون ناقصه الحليب، سبحان الله حتى هي كيجيها الحليب. غير جزاكم الله الف خير، ما نكتروش، لا داعي لاننا نبالغوا في اي شيء، حتى الزعتر. الناس اللي عندهم داء السكري راه ما خصهمش يكثروا من الزعتر، كيقول لك لا راه زوين تعجبني لا تيطلع السكر. اي حاجه، الخبز عادي الا كثرنا منه تيعمل لنا القبض، جزاكم الله الف خير. راه ما يمكنش نعالجوا شيء ونضروا شيء، لا. وهذه المعطرشه او العطرشه نعملوها مع الشاي، صراحه الله بريري ديال الشاي كل مره باش نسبو. اسبوع نشربوا حريقه، اسبوع مثلا يوم، اسبوع كامل يوم نشربوا ورقه من الحريقه، اسبوع بحال هذه كافيه كندير ورقه صافي. هانتوما ما شاء الله، اما الا كانت عندنا صغيره كندير ورقتين، يوم نشرب عشبه ويوم عشبه، نشربوا اسبوع واسبوع نحبس ما نشرب حتى شي حاجه، حتى الاسبوع الاخر يوم زعتر يوم فليو، هكا الجسم كيدخل له اعشاب مختلفه وبدون مبالغه بدون ما نفرطوا، وبالتالي كنكونوا هكا حافظنا على جسمنا، من حمينا جسمنا من الامراض وحافظنا عليه من الهلاك. جزاكم الله الف خير. هادشي اللي كاين بنات خالتي ولاد خالتي، الحريقه راها غزاله وزوينه، فهمتوني صافي. هادشي اللي كاين. وكاينه عندي هنايا الشيبه، حتى هي راه دويت لكم عليها ما شاء الله. هنا عندي الحريق، وهنايا كاين اوراق الريحان. الناس اللي كتعصب، الناس اللي كتقلق ما تيجيهاش النعاس، هذا هو الريحان، هذا بدا كيخلف ها هو، هذا واخا صالح ممكن نديرو للشعر، وهذو اللي اوراقو فتيه وعاد بدا كينبت ممكن نشربوه. الناس اللي عندهم الارق اللي كيتقلقوا واللي بغى الجسم ديالو يبقى ناعم ويحيد العصب حتى من برا، راه هنا بدا كينوض، ها هو اللي شفتوه. ممكن هاد الاوراق اللي ما غتعجبناش في الشكل ديالها حتى هي عندها فوائد، نلوحوها في سطل ديال الماء ونعملوه كباندوش، او نغليه وندوشوا به كيريح الاعصاب حتى من برا، يعني جسمنا من شعرنا حتى الجلد ديالنا كامل. وكنت شاركت معكم شحال هادي على اوراق البرتقال، اللي كيحرقوا راسو ممكن ياخذ هاد الورقات الجميله ويعملها حتى هي كشاي او منقوع ديالها ويشربها اللي تيحرقوا الراس. الصراحه الاعشاب ديالنا زوينه في بلادنا، ولكن بحذر كما قلت لكم ما نبالغوش. هانتوما الكميات شي كامل تبارك الله ما شاء الله، مني غتوجد غنقطفها ونحتفظ بها مثل النعناع. اغلبيه كنستعملوها للشعر، اغلبيه كنستعملوها للشعر، كتمنع السقوط وكتعالج الجلده، يعني فروه الراس، تدليك فروه الراس. وهنا الرمانه ان شاء الله مني غتنوض الرميمينه، دوك الرمانات الصغيورين غنوريهم لكم لعلاج تقرحات المعده والمصران. عافانا وعافاكم الله بنات خالتي، وما تنسونيش من لي لايك، جزاكم الله الف خير. كنحط لكم كل ما هو مفيد، ولكن للاسف ما كنلقاش واحد ما عرفتش، المهم ما كنلقاش واحد الدعم من جهتكم.